بين كل مؤسسات الدولة اللي أنجح الانتخابات، سواء الأحوال المدنية بقاعدتها الهائلة للبيانات اللي سجلت 3,700,000 ناخب لأول مرة بتكون بتاريخ الأردن، مواطن ما بيروح يسجل هو، كل مواطن يحق له الانتخاب موجود على الأرض الأردنية اسمه نازل ضمن منطقته الانتخابية. التعاون هذا تم بواسطة التعاون بين أجهزة وزارة البلدية ووزارة الداخلية والأحوال المدنية والمركز الوطني للتكنولوجيا والمعلومات، وزارة التربية والتعليم اللي فيها الاختراع. الدولة تشتغل مؤسسات مؤسسية فريق واحد، فش عقبات اللي بتغلبوا عليها. التحضير للانتخابات هاي اللي تم من بداية إعداد جداول الناخبين لتهيئ البيئة الانتخابية أخذ 3 أشهر، تم بنجاح هائل. خلال أسبوعين كان الربط الإلكتروني موجود مع الأحوال المدنية، مع بالتربية مع الأحوال المدنية ومع بقية مؤسسات الدولة المساندة. هذا زمن قياسي بدل على قديش تماسك مؤسسات الدولة الأردنية ونجاح. تسميد المشاركة في الانتخابات النيابية، لم نرى هذه الدعوات من قبل الحكومة خلال أو عشية الانتخابات النيابية. بالواقع احنا بندعو كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، معارضة، موالاة، إسلاميين، يساريين، قوميين، إلى المشاركة. بس الفرق كبير، الانتخابات النيابية كانت تعبر عن رأي سياسي، عن موقف سياسي. هذه الانتخابات انتخابات محليات وحكم محلي، الفرق فيها كبير، لأنك أنت تنتخب مجلسك البلدي الذي ستتعامل معه بحياتك اليومية مش بمواقف سياسية. مجلس البلدي لا يعبر عن رأي سياسي، مش مسؤول عن تشريع، مسؤول عن تقديم خدمة وتنمية. لذلك أنت الآن ما بتدعو قوى سياسية، أنت بتدعو مواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي للمشاركة. لذلك أنت ما شفتش الدعوة من الحكومة، لأنها انتخابات على أهميتها السياسية، إلا أنها ليست انتخابات مواقف سياسية، انتخابات خدمية تتعلق بالخدمات اللي يقدمها المجلس البلدي من بيئة، من نظافة، من تخطيط مدن، من تنظيم، من تراخيص، من رقابة غذائية، من إنارة، أرصفة، شوارع. تعرف خدمات البلدية تتعامل مع المواطن من المهد إلى اللحم. أيضا من الأفكار التنموية بجلب الاستثمارات، إيجاد فرص عمل، هذه كلها مهام الحكم المحلي. لذلك أنت تتعامل معها مش كآراء سياسية أو مواقف سياسية، تتعامل معها كمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. طب كحكومة ماذا تمثل لكم هذه المقاطعة؟ أنا لا أعتقد أنه أصلا في مقاطعة، في مقاطعة للترشيح كموقف سياسي، بس كمشاركة لا أعتقد أنه في مقاطعة، لأنه زي ما حكيت هي مش جزء من العملية السياسية التشريعية، هي جزء لها أهمية سياسية مهمة، لها دور سياسي، لكنها عملية انتخابية تتعلق بمحليات. فمختلفة، أنا لا أتوقع مقاطعة، أنا أتوقع نسبة المشاركة تكون جيدة. بس بدنا نلاحظ أنه في فروقات هائلة بحجم التسجيل. عندما كان المواطن بذهب للتسجيل بعطي دفتر عيلته، أو بروح هو بجيب معه فاتورة كهرباء أو فاتورة نفايات مشان يقدر يسجل، وبكتبوا له على دفتر العيلة أو بعطيه للمرشح، وقد يبتزه أو قد يحرجه بالصوت أو بصير شراء أصوات، لأن تلفين كل هذه القضية قضية حضارية. كل من يحق له الانتخاب وصل عمره 18 سنة 26 3 يحق له التصويت، فنازل اسمه، مركز الاقتراع بقدر يعرفه من خلال إنه يبعث رسالة نصية لرقم 988,3,700,000. 2 مليون ناخذ زيادة، هذول نتيجة إنه ما تركنا المواطن يسجل، الخطوة الحضارية اللي حكيت عنها. الآن أي مواطن حتى لو كان مسافر قبل شهر لما كان في إعداد جداول ناخبين سيجد اسمه موجود، مش زي زمان والله أنا كنت مسافر ما سجلتش ما لحقت، الآن مسجل يستطيع أن يمارس حقه.